الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ معكم ما لدينا من كنوز وحقائق في هذه القناة، برجاء الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد ليس له نظير في أي قناة أخرى على الإطلاق. اقتباسات من بيانات النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان للإمام ناصر محمد اليماني، كتبه بتاريخ 11 من شوال لسنة 1435 للهجرة، الموافق 7 من شهر أغسطس لسنة 2014. تتلو عليكم البيان إحدى أنصارياته. عنوان البيان: ليست نجاسة الشرك بدنية، بل نجاسة روحية لا علاقة لها بالمصافحة بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وجميع المؤمنين في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. ويا حبيبي في الله عين، السائل: هل مصافحة المشرك أو الكافر تنقذ الوضوء؟ فمن ثم نفتيك بالحق أن ذلك المعتقد سوف ينفر المشركين والكافرين حين يرونكم تصافحونهم، ومن ثم تنطلقون لتتوضأوا. ويا قرة عين إمامك، إنما النجاسة الشركية نجاسة روحية وليست نجاسة بدنية خارجية، فبشروا ولا تنفروا أحبتي في الله، وادعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأكرموا الكافرين بضيافتكم وبروهم واقسطوا إليهم تنفيذا لأمر الله إليكم في محكم كتابه، في قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. واعلموا إنما ابتعثكم الله والإمام المهدي رحمة للعالمين، فقولوا للناس حسنا، وبشروا ولا تنفروا، وأكرموا الكافرين بضيافتكم كما تكرمون المؤمنين، ألا وإن الدين هو المعاملة الحسنة الطيبة مع الناس بشكل عام. واعلموا أن دين الله الإسلام رحمة للأمم أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. تلت على مسامعكم هذا الاقتباس إحدى أنصاريات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. إلى الملتقى في اقتباس جديد.